حدث كبير خطير في تركيا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الداخلية التركية تعلن القبض على الشاهد السري سيردار سيرتشليك بعد جهود نفذها جهاز المخابرات التركي مي اي تي وإدارة يوروبول التابعة للداخلية التركية. تم القبض عليه أثناء محاولته دخول المجر، دولة المجر، بجواز جورجي مزيف. ما هي قصة الشاهد السري الخطير التي جعلت تركيا كلها منذ الإعلان عنها على صفيح ساخن وأعادت إلى الذاكرة التركية انقلاب 15 تموز أو 15 يوليو 2016؟ إليكم أيها السادة التفاصيل المثيرة حول القصة وحول هذه الشخصية، بورتري الوجه الآخر للمافيا في تركيا. القصة هي أخطر ما يمكن الحديث عنه الآن بتركيا. المافيا التركية تعمل على تنفيذ انقلاب على السلطة. ما تشدش القناع، ما تقطعوش، هنمد البصر للخلف ونشوف حقيقتك إيه. الوجه الآخر، بورتري. الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي. جمال العذاب انفلت وأنا وراه وحدي، وأنا وراه وحدي. أيهان بورا أيدن زعيم المافيا التركية الذي أشعل وسائل الإعلام في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية خوفا من انقلاب كان يدبر على أردوغان. ما هي قصة الشاهد السري أيهان بورا أيدن زعيم المافيا الذي جعل كل وسائل الإعلام تتوقف عنده وتدور حوله؟ لماذا دقت الحكومة التركية ناقوس الخطر وتحركت كل الأجهزة الأمنية من أجله؟ دخلت الاستخبارات التركية أيضا على الخط. هل كان هناك خطة انقلاب جديدة حقا كما حدث في 2016؟ أم أنها تصفية حسابات سياسية بين الساسة في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؟ أم تراها خطة لعبتها المافيا للإيقاع بحكومة أردوغان انتقاما منه ومما فعله بهم بالمافيا خلال 20 سنة الماضية؟ لأن المافيا قبل أردوغان كانت مستقرة جدا وتعيش حياة في غاية الاستقرار بتركيا. أرادوا أن يحدثوا مشكلة بين الأحزاب ويخرجوا هم كالشعرة من العجين. الشاهد السري مصطلح انتشر في تركيا من 6 أشهر لكنه أغلق ملفه منذ أيام قليلة مع القبض على هذا الرجل الذي أثار وسائل الإعلام الممولة من المافيا لتثير المجتمع كما كانت تفعل دائما. ولك أن تعلم أيها المشاهد الكريم أن هناك مسلسلات درامية تم إنتاجها بأموال المافيا التركية، وهدف هذه الدراما هو تلميع صورة المافيا. وإليكم مثلا مسلسل الحفرة كنموذج هذا المسلسل الشهير جدا. مسلسل الحفرة بالتركية تشوكر من المسلسلات التركية التي أحدثت ضجة كبيرة وحققت مشاهدات واسعة جدا في تركيا والوطن العربي أيضا. الناس كانت لا تعرف أن المافيا خلفه. هو مسلسل يمكن تصنيفه في إطار الدراما العائلية، الأكشن، الجريمة، العصابات، المخدرات، تجارة السلاح. منذ انطلاقه سنة 2017 يصر صناع المسلسل على تحدي كل القوانين التي تفرضها هيئة الرقابة والإذاعة والتلفزيون التركية، حتى أن عدد الشكاوى ضده وصل إلى 3500 شكوى، كما أن الغرامات استنفذت الكثير من ميزانيته. فقد تضمن هذا المسلسل الكثير من مشاهد العنف والميوعة والرذيلة والرسائل المتناقضة المشفرة التي أرادوا أن يرسلونها. أبرز هذه الرسائل المشفرة تلك التي تصف مجتمع الحفرة أو المافيا بأنه مجتمع متماسك يحض على خدمة الفقراء من الناس. تدور أحداث هذا المسلسل الحفرة حول أنشطة المافيا في حارة مهمشة يطلق عليها اسم الحفرة. الأخطر في هذا المسلسل أن هذا المكان معروف جدا في اسطنبول،
وقالوا أنه خاضع لملك وزعامة عائلة كوشوفالي في المسلسل. ففي هذه الحارة يرفع شعار الحفرة بيتنا، إدريس والدنا. أما إدريس فهو كبير عائلة كوشوفالي وزعيم الحارة، زعيم المافيا. يمتلك الزعيم إدريس الكثير من العقارات والمشاريع في الحي، ويعمل كبائع للخضر في الواجهة، لكنه يمارس في الخفاء تجارة الأسلحة الممنوعة والتهريب، ولكنه يمنع المخدرات. واستطاع مع الوقت نسج شبكات من العلاقات مع الكثير من أصحاب المشاريع والمصالح ورجال الأعمال في اسطنبول، بل والساسة أيضا. كل هذا مكنه من إيجاد فرص عمل لساكني الحفرة، أصحاب المستوى التعليمي المنخفض جدا. ومن هنا يقول المسلسل أنه يوفر فرص العمل التي لا توفرها الدولة. جعل هذا الأمر من هذه الشخصية شخصية مقبولة ومحبوبة، وتعاطف معها الناس. كان الشعار هذا المسلسل يقول أن المافيا شعارها التعاون والتضامن والحماية المتبادلة بين أسرة المنتمي إلى الحي وأسرة الزعيم وأسر باقي سكان الحفرة. هذا المسلسل كان يحاكي فيلم العراب الأمريكي The Godfather، وهو فيلم الأب الروحي للمافيا الإيطالية في أمريكا. الفيلم ما زال طبعا أيقونة السينما العالمية، ويحتل المرتبة الثانية كأفضل فيلم في تاريخ السينما العالمية كلها. أرادوا أن يعيدوا صناعته لكن بأموال المافيا. مسلسل الحفرة الذي استمر في أكثر من 4 أجزاء خلال 3 سنوات زرع في عقل المشاهد التركي الصورة المبهرة للمافيا في المجتمع التركي، ومر الرسائل من نوعية أن المافيا لها القدرة على تنظيم الجريمة، لكنها أيضا تحمي المجتمع، وأنها تستخدم أفراد من المجتمع كمجرمين، لكنها أيضا تختار المخلصين منهم. يصبحوا مجرمين نعم، ولكنهم يحققوا المجد والشهرة والمال، وهذا جعل الناس أو الشباب يتعاطف في هذا الاتجاه، خصوصا أن المجتمع التركي مجتمع حار جدا. كما أكد المسلسل على تغلغل المافيا داخل المؤسسات الرسمية، وتلك هي الحقيقة التي كشفها سقوط عدد من زعماء المافيا التركية الكبار، مثل سادات بكر زعيم المافيا الذي هرب إلى الإمارات ويعيش بها الآن تحت حماية الدولة الإماراتية وتحت حماية المافيا العالمية أيضا. كيمتلي دوستلر شيفدي çok eğlenceliyiz vallahi çok billahi çok. سادات بكر أحد زعماء المافيا الأتراك المشهورين، والذي قضى أكثر من 10 سنوات في السجن، ثم قام بالهروب من تركيا بعد أن أفرج عنه طبعا، وعاش فترة في تركيا ثم هرب إلى الإمارات. لكن الشخصية التي تهمنا في هذه الحلقة والتي سببت رعبا داخل المجتمع التركي هي زعيم مافيا آخر هرب من تركيا وتم القبض عليه على الحدود المجرية، الشاهد السري أيهان بورا أيدن، في القضية التي خالطت الحابل بالنابل وجعلت الرأي العام في حيرة من أمره. قصة أيهان بورا أيدن مثل كثير من زعماء المافيا، بدأوا حياتهم من الصفر ثم تدرجوا في عالم المافيا والجريمة ليصبحوا زعماء مافيا كبار. وحتى تعرف أيها المشاهد الكريم حجم خطورة المافيا التركية، يجب عليك أن تعلم أنها من حيث الترتيب والخطورة عالميا فهي الثانية بعد الإيطالية الصقلية، وتأتي متلازمة مع المافيا الروسية ثم الأمريكية، وهم الأخطر عالميا ككيان متماسك للجريمة. وحتى نعرف بعض التفاصيل عن المافيا التركية علينا أن نفتح هذه الصفحة بحذر شديد، وربنا يستر. لا تنتهي بلبلة الفيديوهات هنا، فسادات بكر هو رجل عرف بقربه من الحركة القومية التي تدعم الحزب الحاكم. قابل أردوغان سابقا وعرف بدعمه الشديد له، الشيء الذي يؤكد عليه مرارا في سلسلة فيديوهاته المريبة. فما علاقة المافيا بالحزب الحاكم؟ وما هي طبيعة علاقتها بالسياسة التركية عموما؟ بدأت القصة عندما تولى وزير الداخلية الجديد علي يرليكايا منصبه كوزير للداخلية، خلفا لسليمان سويلو الذي أصبح برلمانيا في حزب العدالة. سويلو وزير الداخلية السابق المحبوب جدا لدى العرب والأتراك والمصريين تحديدا، وهو صاحب فضل على كل اللاجئين العرب، فقد كان رحيما بهم جدا، وتحديدا كان محبا للغاية للجالية المصرية والمهاجرين المصريين إلى تركيا. حتى
أطلق عليه صديق المصريين. كان محل انتقاد من المعارضة في سنواته الأخيرة، خصوصا بعد فترة الانقلاب 2016، وكان له دور رئيسي في إنقاذ الدولة من هذا الانقلاب. الإعلام المعارض في السنوات الأخيرة الماضية ربط اسم سويلو بالعلاقات مع المافيا، وحاول ربط اسمه بالفساد، وزادت الانتقادات ضده حدة بعد إعلان زعيم المافيا سادات بكر الحرب على سليمان سويلو، متهما إياه بعلاقات مشبوهة مع العالم السفلي، أي عالم الجريمة، عالم المافيا. فيديوهات مثيرة للجدل يبثها رجل يدعى أبو المافيا التركية، يظهر بحلقات أسبوعية عبر قناة يوتيوب يلقي التهمه لساعات ويعد بكشف المستور، يدعي تدبير عمليات لصالح وزير الداخلية التركي ضد صهر الرئيس، وضلوع ابن رئيس الوزراء السابق بتجارة المخدرات. Sayın İçişleri Bakanı, İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi? Demedin mi? ليس كل ما يقال تصدقه، لكننا نضع أمامكم ما استخدمه الإعلام المعارض التركي لضرب هذا الرجل المحترم سليمان سويلو. علي يارلي كايا وزير الداخلية الجديد هو صديق لسليمان سويلو، كان أول عمل يقوم به هو تصفية وزارة الداخلية من رؤساء الشرطة المعينين من قبل سويلو واختيار أسماء جديدة، ثم بدأ علي يارلي كايا بواحدة من أكثر العمليات إثارة للجدل، فقد أعطى أوامر بالقبض على زعيم المافيا أيهان بورا أيدن. كانت لقطات القبض على زعيم المافيا أيهان مثيرة جداً بقدر إثارة الحدث نفسه، لقد تم تصوير القبض عليه في مشهد يشبه أفلام الأكشن السينمائية. في العادة في تركيا عمليات مثل هذه لا يتم نشرها إعلاميا أبدا أو على مواقع التواصل، لكن تم نشر القبض على إيهان تلفزيونيا على أغلب الفضائيات، وكان النشر مقصود بالطبع من وزير الداخلية الجديد، وهي رسالة تعني أني لن أترك مجال للمافيا في الشارع التركي، بل أني لن أترك من كان يساعدهم أو يستخدمهم في وزارة الداخلية أو غيرها من المؤسسات. هذا طبعا عمل محترم وماله. وهنا بدأت المعارضة التركية بالحديث عن وزير الداخلية علي يارلي كايا بأنه بدأ بتصفية عصابة سويلو، هكذا أطلقوا عليها وعلى الرجل، وأن إيهان بورا كان على علاقة مشبوهة بسليمان سويلو، وأنه كان يستخدمه في التصفيات وغيرها، وبدأوا بتصوير الوزير الجديد كبطل، وبدأوا الحديث عن خلاف بين الوزير السابق والقديم، وهذا ليس صحيح. أكرر أن سويلو كان يعد أيضا بطلا شعبيا في تركيا بعد الانقلاب إلى أن ترك وزارة الداخلية، وأنا شخصيا من المحبين جدا لسليمان سويلو وأحترمه وقد التقيت به. هذا الذي طرحوه زاد الحدث إثارة، وهو أنه بعد اعتقال إيهان بورا انتشرت له صور على مواقع التواصل من أمام مبنى تي آر تي الحكومي وهو يحمل الكلاشينكوف مع عدد من رجاله المسلحين، وبالنظر لتاريخ الصور تبين أنه تم التقاطها يوم 15 تموز يوليو 2016، أي ليلة الانقلاب. وكما تعلمون أن الانقلابيين سيطروا على مبنى تلفزيون تي آر تي ليلة الانقلاب، وهنا بدأ الإعلام المعارض يربط الأحداث، وبدأوا الحديث عن سليمان سويلو أنه وزع أسلحة على رجاله وعلى زعماء المافيا الذين تربطه علاقة بهم من أجل مقاومة الإنقلابيين. يا سلام، إيه المافيا الجميلة قوي دي؟ يا أهلا وسهلا بهكذا مافيا تقف مع الشعب واختيارات الشعب حين يختل ميزان الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الإعلام. في المحكمة لما سئل إيهان بورا من القاضي عن قصة الصورة أمام مبنى التلفزيون الحكومي تي آر تي، قال أنه خرج شأنه شأن أي مواطن تركي، خرج للتصدي للإنقلابيين. إلى هنا الحدث يبدو حدثا عاديا، أما الغير عادي في القصة هو قصة شخص يدعى سيردار سيرتشليك، وهو الرجل الثاني في عصابة إيهان بورا ويعتبر ذراعه الأيمن. أثناء القبض على إيهان بورا كان سيرتشليك في قبرص، لكنه بدلا من الهروب إلى أوروبا جاء إلى تركيا وسلم نفسه. ليس هذا فقط، بل أعلن أنه سيعترف بكل شيء مقابل إدخاله في برنامج حماية الشهود. في برنامج حماية الشهود يتم وضع اسم سري للشاهد ولا يتم حبسه في السجن أثناء القضية كي لا يتم التأثير عليه من المافيا ويغير أقواله، أو حتى يتم اغتياله في السجن من خلال المافيا نفسها. طيب،
كيف يمكن ملاحقته إذا ما أراد الهروب؟ مثلا يضع أساور إلكترونية في قدمه ويتم حبسه أو إقامته الجبرية في بيته. طبعا توضع حراسة شرطة مشددة أمام وحول المنزل، وبعد انتهاء القضية يتم تغيير وجهه بعملية تجميل. نعم، تتغير ملامح الوجه تماما ويصبح شخص آخر، تتغير جراحيا، يتم تغيير هويته واسمه وعمله وسجله كله، ويعيش حياة جديدة بهوية جديدة مع مراقبته، إلا إذا قام بارتكاب جرائم كبيرة يتم القبض عليه مرة أخرى ويفتح ملفه القديم. وهذا ما حدث بالفعل مع سيرتشليك الذي أدلى باعترافاته في محاضر الشرطة المكونة من 19 صفحة، ثم وقع عليها، ثم تم تسليمها للإدعاء العام، وذهب هو لمنزله بحماية الشرطة كما سبق الإشارة. لكن ما حدث أن الشرطة كانت تغض الطرف عن خروج الشاهد السري من بيته. إزاي ده؟ فأثناء حبسه في المنزل خرج 9 مرات، وأغلب خروجاته كانت للنوادي الليلية مع حبيبته. راجل صاحب مزاج بقى، وفي إحدى تلك الخروجات من المنزل حدث إطلاق نار في أحد المقاهي التي خرج إليها. كان يجلس على طاولة مع بعض أصدقائه وحدثت مشاجرة بالمحل لعلها مفتعلة، هو لم يكن له علاقة بها، لكن وبما أنه رجل مافيا وما يصحش حد يعمل مشاكل في وجوده، قام من الطاولة التي يجلس عليها وذهب باتجاه الأشخاص الذين يتشاجرون في مدخل المقهى، إلا ويتم إطلاق أعيرة نارية فيصاب في قدمه ضمن عدد من المصابين. أصبح الشاهد السري في مشكلة كبيرة، كيف خرج من محبسه في بيته؟ بل أصبحت أيضا الشرطة التي تقوم على حمايته أو تقوم على حبسه في البيت أصبحت هي الأخرى في مشكلة كبيرة. تم نقله إلى المستشفى وتم إسعافه بعد تعرض الشاهد السري الذي لم يصبح سريا ولا يحزنون، بعد تعرضه لهذا الحادث قرر الهرب خارج تركيا، وبالفعل هرب من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية، ثم قيل أنه هرب إلى ألمانيا. من الذي ساعده على الهرب؟ وكيف هرب من الحراسة المشددة حول بيته؟ وخلال فترة وجوده خارج تركيا كانت تتحدث عنه الصحافة داخل تركيا، لكن كان هناك صحفيين أتراك مقيمين في ألمانيا يتحدثون عنه، أحدهم يساري اسمه إريك أجادير، والآخر متهم بانتمائه لجماعة جولين اسمه جوهري قوان. اشتهر اسم قوان هذا أثناء تواجده في تركيا قبل هروبه إلى ألمانيا بعد تسريبه لشريط جنسي لزعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري وهو دينيز بايكال. وبسبب هذا الشريط الفاضح اضطر بايكال للاستقالة من الحزب ومجيء كليشدار أغلو بعده الذي هزم أمام أردوغان 13 مرة متتالية. ثم بعدها فر الصحفي بايكال لألمانيا أثناء عملية الصراع بين حزب العدالة وجماعة جولين، وهي الجماعة التي كانت تسيطر على كثير من مفاصل الدولة التركية تحت الأرض، سيطرت على الجيش وعلى الشرطة وعلى القضاء والبنوك والجامعات والمدارس، كانت شيء مهول. لكن كيف تم تسريب تحقيقات واعترافات إيهان بورا أيدن زعيم المافيا الخطير؟ الذي حدث أن هناك ضابط شرطة مسؤول عن ملف إيهان بورا أيدن سربوا 19 صفحة من اعترافات الشاهد السري سردار للصحفي جوهري كوان، ومن ضمن الاعترافات كان ارتباط زعيم المافيا إيهان بورا كما قالوا بصادق سويلو أحد أقرباء سليمان سويلو وزير الداخلية السابق والمقربين منه. وهنا بدأ الصحفي جوهري قوان ينسج القصة في فيديوهاته ويضيف لها أسماء جديدة من عندياته، وجميعها تخص الحزب الحاكم بالطبع. وراح إعلام المعارضة يتلقف هذه الفيديوهات ويعمل عليها قصص وحكايات، وبالطبع كان ينسج كثير من الاتهامات من خلال الصحفي قوان. اشتغل هذا الإعلام ليل نهار واستغل هذا الحدث لإحداث أكبر إزعاج للحزب الحاكم حزب أردوغان، لأن سويلو ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس أردوغان. استمر هذا المسلسل الإعلامي الملفق إلى أن جاءت الصدمة. ظهر الشاهد السري في أحد حلقات برنامج الصحفي المعارض التركي إريك أجاجير على الهواء مباشرة، وهنا بدأ التحدث بحديث غريب. الشاهد السري ذكر أسماء ضباط في الشرطة التركية من ضمنهم رئيس شرطة أنقرة ونائبه، وأنهم قبلوا إدراجه كشاهد سري مقابل أن يكتبوا هم
أقواله أنهم وضعوا أمامه ملف من 19 صفحة وقالوا له احفظ ده تماما عن ظهر القلب ووقع عليه، وبالفعل وقع كشاهد سري. أكمل سردار في حديثه ببرنامج الصحفي أن نائب رئيس شرطة أنقرة اتصل به بعد هروبه إلى ألمانيا وطلب منه الحضور لتركيا لتكملة الدعوة مقابل حمايته، وطلب منه إضافة أسماء كبيرة في ملف الدعوة من هذه الأسماء وهم لم يكونوا موجودين في المشكلة: بكير بوزداغ وزير العدل السابق، وسليمان سويلو وزير الداخلية السابق، وفخر الدين قوجة وزير الصحة الحالي، وحسن دوغان سكرتير أردوغان الشخصي. معنى هذا أن كل الملف ملفق، وتم كشف وفتح من وراء هذا التلفيق لضرب أردوغان وإحداث انقلاب عليه، ولكن هذه المرة بمعرفة بعض أعضاء كبار الشرطة الذين أرادوا قلب الشارع التركي على الرئيس وحكومته وحزبه. الصحفي إريك أجادير من هول الصدمة لم يصدق، لأنه كان يسعى لتوريط الوزراء في الحادثة، فأجاب: لا شعوريا ليتك أدخلتهم في القضية. لكن الذي حدث أن متابعي هذا البرنامج سخروا من الشاهد السري في القضية وقالوا له أنت كذاب، وأن نائب رئيس شرطة أنقرة لا يمكن يكون قد اتصل بك أو قال لك هذا. هنا تصرف سيرتشليك تصرفا أكثر من مفاجأة، وقام بنشر فيديو كان قد سجله هو للمكالمة التي دارت بينه وبين نائب رئيس شرطة أنقرة، لتبدأ الأحداث بأخذ مجرى مختلف تماما. بعد نشر هذه المكالمة المسجلة بيومين خرج زعيم حزب ميهي بي، وهو الحزب الذي يرأسه السيد بهتشلي المناصر لأردوغان في كل صراعاته السياسية التي خاضها وحزبه. خرج السيد بهتشلي في خطاب قوي جدا تحدث فيه عن مؤامرة يتم نسجها ضد حزب العدالة وحزب ميهي بي، وشبه هذه الأحداث بما حدث في يوم 17 إرليك، تلك الأحداث التي بدأت باتهام قضاة من جماعة كولين لوزراء وأبناء وزراء في حكومة أردوغان بالفساد، ثم أصدر المدعي العام أوامر بالقبض عليهم واختلط الحابل بالنابل وانتهى الأمر بالانقلاب الشهير جدا على أردوغان يوم 15 تموز في 2016. أردوغان بعد خطاب بهتشلي أخذ الأمر على محمل الجد، فقام ليلا باستدعاء وزير العدل ورئيس الاستخبارات للقصر الرئاسي. كلامنا هذا منذ فترة قصيرة. لماذا استدعى وزير العدل؟ بأن الشاهد السري من المفترض أن تكون قدمه مربوطة بقيد إلكتروني بأساور إلكترونية، وفي حال ابتعد عن بيته 100 متر يرسل القيد أو هذه الأساور إشارة لمركز وزارة العدل، والتي بدورها تعطي تعليمات للشرطة لتتحرك وتقبض عليه. وفي حال خلع الشاهد القيد الإلكتروني يتم اعتقاله ويزج به في السجن. طيب الشاهد السري خرج من بيته 9 مرات، هل لوزارة العدل علم بهذا؟ الشاهد السري خرج من تركيا أصلا وفي قدمه سوار إلكتروني، أين وزارة العدل من هذا؟ أما عن استدعاء رئيس جهاز المخابرات فقد كان للبحث وإيجاد إجابات وإحضار هذا الشاهد. الإجابات كانت عن هذه الأسئلة: حول كيف تمكن الشاهد من الهروب، ما صحة التسجيلات التي تم نشرها، من ساعده من الضباط على الهروب، وفي النهاية في نهاية هذه العملية لا يمكن القيام بها لوحده، هل رؤساء الشرطة المتورطين بالقضية علاقة بأشخاص آخرين في الدولة، هل لهم علاقة مع جهاز مخابرات أجنبي؟ طبعا بعد الحدث تم اقتياد ضباط شرطة كبار متورطين في الحدث لمركز الاستخبارات، والحديث يدور حول استجوابهم هناك. أما آراء الأتراك فقد انقسمت إلى 3 أقسام حول هذه القضية العجيبة. القسم الأول بيتزعمه صحفي صحيفة حريات نديم شنار، والذي كان يتحدث عن الأمر والتركيبات داخل الشرطة قبل حدوث الحدث هذا أصلا، كان يرى أن هذا المخطط لتمهيد الانقلاب السياسي المتكامل ضد أردوغان، وما يؤكد أنه مخطط هو الذراع الأيمن للمافيا في قبرص، ثم حولوه لشاهد سري، ثم وضعوه أمامه اعترافات جهزوها له، ولكي يبقى في وضع الشاهد السري ولا يدخل السجن تغاضوا عن خروجه 10 مرات من المنزل، بل وقاموا وقدموا أعذار لوزارة العدل التي كانت ربما تخبرهم أن الشاهد السري غادر المنزل بناء على إشارة القيد الإلكتروني. لكن ما فضحهم هو هروب الشاهد السري ومحاولته إعادته لتركيا بالإغراء، لكنه كان ذكيا وسجل حديث الضباط ونشره للإعلام.
القسم الثاني بزعامة إعلام المعارضة الذي يرى أن ما حدث كان بتخطيط من سليمان سويلو من أجل إضعاف وزير الداخلية الحالي أمام أردوغان، لأن الضباط الذين اتصلوا بالشاهد السري يمكن أن يكونوا مقربين من سويلو ويعرفوا أن الشاهد السري سيقوم بتسجيل المكالمة، لذا عرضوا عليه أن يضيف أسماء كبيرة في الملف في ملف القضية. كل هذا تم في إطار زعزعة الأمن السياسي والاقتصادي في تركيا. أردوغان كان وما زال دائما مستهدف، حتى بهتشلي زعيم حزب المهي بي الذي هو متحالف تحالف كامل مع أردوغان هو أيضا مستهدف. إذن هذا الحدث الذي زعزع حالة الاستقرار الإعلامي وجعل الإعلام يشتعل بما حدث لن يمر مرور الكرام، لأن بالفعل هناك من يعملون على قلب الاستقرار في تركيا. فهل يوجد رأي آخر غير الرأيين؟ طبعا يوجد رأي، وهو أن أمريكا والكيان الصهيوني الهش المؤقت قرروا تفجير هذه القضية بعد أن أعلن أردوغان أنه قطع كل العلاقات الاقتصادية ومنع ذهاب أو تصدير كل المواد التي كانت تذهب إلى الكيان الهش المؤقت من تركيا، ولذلك أعلنوا وبشكل واضح، ووزير خارجيتهم قال أنهم لن يتركوا أردوغان وأنهم سوف يضربونه من الداخل ويضربون تركيا اقتصاديا. فهل يستطيع أن يحققوا هذا؟ ماذا سوف يحدث لزعيم المافيا هذا؟ بل ماذا سوف يحدث للمافيا نفسها التي أصبحت الآن في مواجهة مباشرة مع نظام أردوغان؟ وهذا مجد عبد الله يحييكم. شكرا جزيلا لمشاهدتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لموضوعاتنا وإعجابكم بها والتعليق عليها، وهذا مجد عبد الله يحبكم ويحييكم. ما تشدش القناع، ما تقطعوش، هنمد البصر للخلف ونشوف حقيقتك ايه. الوجه الاخر بورتري. الارض دي ارضي، الارض دي ارضي، الارض مش ارضي ولا العباد ولدي، امال كده مالي شايل همها لوحدي، جمال العذاب